جمال الدبوز بقميص مزدوج الجنسية يغضب المغاربة. توم بريس سلام الله عليكم. أثار الكوميدي المغربي الفرنسي جمال الدبوز استياء الجماهير المغربية خلال حضوره للمباراة التي جمعت المنتخب المغربي كرة القدم بنظيره الفرنسي يومه الأربعاء الماضي برسم نصف نهائي كأس العالم 2022 بقطر. وظهر جمال الدبوز داخل الملعب إطلالة تمزج بين القميصين منتخب أسود الأطلس وقميص منتخب الديكا، تعبيرا منه على التزامه بالحياد والتشجيع المنتخبين معا بحكم حمله للجنسيتين المغربية والفرنسية. إن الأمر خلف ردود فعل متباين على منصات التواصل الاجتماعي، شن بعض النشطاء والمشاهير المغاربة حملة شرسة ضد جمال الدبوز، حيث اتهموه باستفزازهم والتملق للفرنسيين، خاصة بعد فرحته خلال تسجيل أول هدف ضد أسود الأطلس، مؤشرين إلى أن المغاربة لا يقبلون بالنصف، ومستشهدين بمقتطف من خطاب سابق الملك محمد السادس والذي أعلن فيه عن انتهاء وقت ازدواجية المواقف. حيث أعرب عن هذا الممثل المغربي الشهير هنيني بأنه فعل لا وطني ولا نقبل بازدواجية جنسيتين، كما أضاف في كلامه جمال دبوز جملتك سالات. وفي المقابل دافع بعض النشطاء عن موقف الكوميدي المغربي الفرنسي وبرروا تصرفه بأنه في محله ولم يتنكر لجنسيته الأم، ولكنه ظل وفيا لجنسية الدولة التي ترعرع فيها وسطع نجمه بين أحضانها، مضيفين أنه لطالما ساند أسود الأطلس، والدليل على ذلك هو الزيارة التي قام بها مؤخرا لمقر إقامة اللاعبين المغاربة بقطر لتقديم الدعم والمساند لهم. في هذا الصدد علق الإعلامي المغربي رشيد العلالي على الموضوع قائلا: ما كاينش حاجة اسمتها نص مغربي، يا إما مغربي يا إما ماشي مغربي، والتوني ديال البلاد ما كيتقسمش وما كيتشركش، دبزتيها في هادي. لا يجوز الوجهان، يكون عندك جوج وجوه. انا والله كنت كنحتارمو لو نختار ولبس القميص الفرنسي، غنقول هذا اختياره يعني هو حر، رغم انه مازال الاصل ديالو مغربي وبغى يختار فرنسا، فهذا رايه الخاص. ولكن انك تلعب على الحبلين هذا كيتسمى نفاق. كون دابا منين فريض ان المغرب داز ثاني غيغوت ويقول واه المغرب وهذا، لا غنقول ليه الجميله ديالك تقادات في المغرب، سير قلب على الجميله في فرنسا. نؤكد انه لم يعد هناك مجال للغموض او الخداع، فاما ان يكون المواطن مغربي او غير مغربي، وقد انتهى وقت ازدواجيه المواقف والتملص من الواجب ودقت ساعه الوضوح، فاما ان يكون الشخص وطنيا او خائنا. باريس راهو عليه في باريس، حتى واحد ما بغيتسنط ليه، المغاربه هما اللي وصلوا ملي كان انا شنو كانوا ما كندير اشاره ديال الجوال، وكان شكون اللي كيطلع ديك المرتبه اللي فيها هو، ما نسالوش انه بحال هذاك يقول اللي بغى، اما مغربي ما نوضوش ليه من النعاس، والحمد لله مغرب عندها الرجال ديال اللي يهزوه، ما يسنطوش هذاك الجوال الدبوز وحنا ما كنعرفوش كاع هذاك كيدير اشارات هذاك. باش غادي يلبس لي انا توني مزدوج، هذيك الازدواجيه ديالو هو ماشي ديال روح الوطنيه اللي كنعرف انا. ما يسنطوش هذاك الجوال الدبوز وحنا ما كنعرفوش كاع هذاك كيدير اشارات هذاك. ميسيو جمال الدبوز تي ا ميشو، انت ماشي مغربي قح، وتنقولها وغنبقى نتشبت بها، ماشي مغربي قح، وكانت فيه روح المواطنه ما غيديرش ديك المهزله وديك التفاهه بالنسبه ليا، باش تجي تنقلب الحادات وتلبستوني فيه نص مغربي وفرنسي، تنعرفوا جوج د الحوايج، يا مغربي يا فرنسي، باش ما تضحكش على السكينه وتدخل وتضحك على الشعب المغربي. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.